جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو عبيدة من السودان بعث يقول: هل الإنسان يجوز له أن يصلي في وقت الشروق أو في وقت الغروب، وإذا كان فرضا بالذات أم لا يجوز له أن يصلي؟ جزاكم الله خيرا. أما الفريضة إذا نام عنها أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها أو استيقظ من نومه، ولو عند الشروق ولو عند الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما النوافل فإنه لا يجوز صلاتها عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، لما في ذلك من التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند غروبها أو عند شروقها، وهذا من وسائل الشرك. يعني الصلاة عند شروق الشمس أو عند غروبها فيه تشبه بالمشركين، وهو وسيلة أيضا من وسائل الشرك، فلهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.